بلدة هادئة بجنوب نهر اليانسي تشتهر بكعك رأس السنة في العالم. ما هو السر وراء النكهة اللذيذة؟ وما التفاصيل غير المعروفة أثناء صنع كعك رأس السنة في بلدة تسيتشون بمدينة نينبو؟ تفضلوا بمشاهدة بلدة تسيتشون شهيرة بكعك رأس السنة من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. ينشغل الطباخ بإعداد مأدبة فخمة، ولكننا لا نتصور أن المادة الرئيسية في الطبق ليست السلطعان، بل كعك الأرز اللزج في قدر الطبخ. كعك رأس السنة المطبوخة مع كيس الراعي واللحوم تثير شهية البوذا. يشير هذا القول الشعبي إلى روعة كعك رأس السنة في نينبو. إن نكهة كعك الأرز اللزج إما حلوة أو مالحة، ويمكن طبخها مع اللحوم أو النبات، وأيضا مع المأكولات البحرية أو الجبلية. كل المكونات الغذائية المحلية في مقاطعة تشجيانغ ومع السلطعان لإعداد الطبق اللذيذ المثير للشهية. تشتهر نينبو بكعك رأس السنة، وجاءت أفضل الكعكات من بلدة تسيتشون، بلدة قديمة يرجع تاريخها إلى أكثر من 2500 سنة. عام 738 وخلال سلالة تانغ، عمل السيد سون فانغ وانغ على بناء بلدة على نمط تشانغ آن عاصمة تانغ في مساحة تمتد على 2.17 كيلومترا مربعا فقط. إن النمط ما زال واضحا حتى اليوم. إنها بلدة تسيتشون. تسيتشون بلدة تاريخية وثقافية شهيرة في الصين، وتقع في حي جانغبي بمدينة نينبو، وتبعد عن مركز المدينة 15 كيلومترا. في مايو عام 2012 جاءت مجموعة من السياح إلى بلدة تسيتشون ودرسوا تخصص الهندسة في جامعة ليخاي الأمريكية. إن هذا الجدار المصنوع من البلاط أثار اهتمامهم. في أنظار أساتذة وطلاب جامعة ليخاي، هناك الكثير من الأشياء الممتعة في بلدة تسيتشون. كان هذا الوعاء يستخدم لتخزين كعك رأس السنة في الماضي. إذن لماذا تم وضع أخشاب البامبو فيه؟ حيرهم هذا السؤال البسيط. لا يعرف الأستاذ وطلابه أن هذا العجوز ليس من أبناء تسيتشون، بل إنه جاء من تايوان. خوان يونغسونغ هو مؤسس مجلة الصدى. يعرف جيدا كعك رأس السنة بسبب إصدار الكتاب الخاص بكعك رأس السنة في تسيتشون.我看这一系列都是一些传统的食物。是。那怎么会出这本自称的宁波年糕呢？宁波年糕啊，是闻名全天下的。那我小时候在台湾长大，我读书在台北，都很多宁波年糕好吃，那也很喜欢吃。后来出国呢，到美国的、欧洲的超市里面都有宁波年糕，所以我来到了宁波以后，宁波年糕这个很重要的一个民间文化，关于吃文化的这个项目。
خلال 40 سنة سعت مجلة صدى للحفاظ على الثقافة الشعبية التقليدية الصينية ونشرها، وبنظر خوان يون سونغ لا يعرف الناس الكثير عن ذلك، ولذلك يستحق تسجيل صنع كعك رأس السنة. بعد فتح الغطاء انبعثت رائحة دقيق الأرز. في متجر الكعك ببلدة تساتشان يمكن تذوق الكعك على مدار السنة، بالإضافة إلى تجريب جميع عمليات صنعها، ما أثار اهتمام الضيوف الأمريكيين. جاء هؤلاء الأساتذة والطلاب من أمريكا إلى الصين للمشاركة في جولة دراسية لستة أسابيع حول الثقافة التقليدية الصينية. في بلدة تساتشان أصبحت الرحلة الأكثر نشاطا لأن كل حلقات صنع الكعك أثارت اهتمامهم. بعد عملية الصنع المعقدة تذوق الضيوف الكعك وأعربوا عن تقديرهم مرارا وتكرارا. إن الاستماع إلى حديث خوان يون سونغ عن معارف كعك رأس السنة أثناء أكل الكعك أمر ممتع. وقتها إن تصرفات الشاب برايان أثارت ضحكا. إذا ماذا حدث؟ دعونا نشاهد المشهد من جديد. عندما أكل الكعكة وأخذ النصف من أستاذه اختنق فجأة بسبب أكلها بسرعة فائقة. يبدو أن النكهة الصينية أعجبتهم كثيرا. وبنظر خوان يون سونغ ليس من المستغرب أن تحظى كعك تساتشان بترحيب حار. تساتشونغ كعك نيمبو عنوان كتاب أصدرته مجلة صدى، سجل 46 طريقة في أكل كعك تساتشونغ إضافة إلى تسجيل عمليات صنعها. لكعك رأس السنة مكانة هامة في حياة أبناء تساتشان، لأنها تتمتع بدورين في اتخاذها كطعام أساسي وطبق أيضا، ومن الممكن طبخها مع مختلف المكونات لإعداد أطباق مختلفة. يهتم أبناء نيمبو بعيد الانقلاب الشتوي اهتماما كبيرا، والقول الشعبي يشير إلى أن عيد الانقلاب الشتوي هو أهم من عيد الربيع. عشية الانقلاب الشتوي تعمل كل عائلة على طبخ الكعك مع الخضروات، وخلال ذلك يوضع الماء في المقلاة بعد طهي شرائط الكعك وكيس الراعي، ومن ثم تغلى على النار الكبيرة وتقليل الشوربة على النار المتوسطة وتكثيفها على نار خفيفة. إن صوت المقلاة يرمز إلى الحظ السعيد في الحياة الجميلة. لي هوي تشو مواطنة في بلدة تساتشان هي ماهرة في الطبخ وخاصة أطباق الكعك. بالنسبة لأبناء تساتشان يمكنهم الطبخ بسهولة طالما هناك كعك رأس السنة. بعد طبخ الخضروات يتم وضع الكعك بعد تقطيعه إلى شرائح، ومن ثم يتم وضع الأرز المتبقي في المقلاة، ويكون هذا طبقا لذيذا جاهزا تماما. كعك الخضروات وشوربة كعك براعم الخيزران مع المخللات وصحن من كعك الأرز، هذه أفضل وجبة في أنظار أبناء تساتشان. ما هي ميزات الكعك في بلدة تساتشان؟ إن كعك نيمبو ليس مصنوعا من الأرز، إذن فمن ماذا يصنع؟
تفضلوا بمتابعة بلدة تسوتشونغ الشهيرة بكعك رأس السنة من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. في بلدة تسوتشونغ إن طريقة صنع ميكواي تكون مشابهة جدا مع طريقة صنع كعك رأس السنة. إنها تصنع من الأرز اللزج بعد طبخه وكسره. بالرغم من أنها طريقة الصنع متشابهة، لكن ميكواي تختلف عن كعك رأس السنة اختلافا كبيرا. ميكواي على شكل كرة صغيرة، وتمت إضافة الغار والشحم وبذور السمسم السوداء، وبسبب سوء الهضم لا يمكن أكلها كثيرا، ولكن يمكن لأبناء تسوتشونغ أكل كعك رأس السنة لثلاث مرات كل يوم على مدار السنة، لأن كعك تسوتشونغ مصنوع من الأرز وليس الأرز اللزج. تنتشر عادة صنع كعك رأس السنة في الكثير من المناطق بالصين، ولكنها تصنع من خلال الأرز اللزج، وهناك أيضا الكثير من الكعك المصنوع من الأرز وليس الأرز اللزج، ولكنها ليست صلبة مثل كعك تسوتشونغ. لماذا تتميز كعكات تسوتشونغ بميزة فريدة؟ يكمن السر في حقول الأرز التي تبدو عادية. السيد ليو وي تشونغ فنان الزراعة قال لنا إن الأرز المنتج في هذه الحقول يكون مادة خام لصنع كعك تسوتشونغ. الأرز المتأخر في الزراعة هو مفتاح لصنع كعك تسوتشونغ. يتم صنع الكعك باستخدام الأرز وليس الأرز اللزج، لأن نوعية الأرز في بلدة تسوتشونغ جيدة. تقع أطلال خامودو في منطقة غير بعيدة عن بلدة تسوتشونغ، ومنذ 7000 سنة بدأ أبناء خامودو يمارسون زراعة الأرز. وبعد تحسين نوعيته خلال 7000 سنة، أصبح كعك تسوتشونغ باستخدام هذا النوع من الأرز معتدل الصلابة وحسن النكهة. في المبنى القديم المزخرف بالرسوم ببلدة تسوتشونغ يقام معرض بعنوان فن الأم. كان السيد خوان يونسونغ يأتي إلى تسوتشونغ من أجل إعداد برنامج عن كعك رأس السنة، ولحسن الحظ إنه اكتشف طريقة لاندماج الفن التقليدي الشعبي الصيني مع الثقافة المحلية في بلدة تسوتشونغ. 我觉得在慈城是最恰当，因为慈城嘛，慈母之城。 تعد بلدة تسوتشونغ البلدة الوحيدة المحفوظة جيدا في منطقة جنوب نهر اليانسي. اليوم إنها مجرد بلدة صغيرة، لكنها في الماضي كانت مقر حكومة تسوشي، وهناك بئر الإبن البار في البلدة. يقال إن الإبن البار دونغ آن كان يسحب الماء من هذا البئر لرعاية والدته،
وخلال سلالة هانا الشرقية. في هذه البلدة إن الأم حنون والابن بار. إن جو الحنان والبر يؤثر إيجابيا على كعك رأس السنة في بلدة تزيتشن. يتميز كعك تزيتشن بخاصيتين، الأولى الطاحونة المائية، والثانية لوحة الطباعة لطبع الرسوم على الكعك الجاهز. جمعت وان جين الباحثة الثقافية الشعبية ببلدة تزيتشن مئات من لوحات الكعك، وأثناء تصنيفها وجدت بعض الفئات المثيرة للاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، جمعت وان جين فئة أخرى من لوحات الكعك. 代表着那个科举文化的年糕版特别的丰富，像这一类呢是以人物状元郎来那个呢，像这个呢是作赋祈愿，笔中状元的有两个如意，中间是一支笔，就是必定如意，就这么个这么个一个花纹。哦，就这个是一支毛笔。毛笔，哎，这呢是哎如意图案，两个人的，这中间是过去的就是一个定，银锭，哎银锭，银锭的图案就是代表着必定如意，必定如意，如意，哎必定如意。 تاريخياً ظهر عدد كبير من الشخصيات الفحوص الإمبراطورية في بلدة تزيتشن، ومع انتشار ثقافة الفحوص الإمبراطورية ظهرت كمية كبيرة من لوحات الكعك المزخرفة بالرسوم عن الفحوص. كما نعرف أن كعك رأس السنة تعبر عن التمنيات الجميلة، ولكن لا أحد سوى عدد قليل من الناس يعرفون أن الكعك له دور آخر في أنظار المشاركين في الفحوص الإمبراطورية. أثناء إجراء الفحوص لم يكن للمشاركين الخروج من غرفة الفحوص لبضعة أيام متتالية، ولذلك وبالإضافة إلى الفرشاة والحبر والورق كان الكعك هو الأكثر شيوعا هناك. كيف يتم صنع كعك رأس السنة بنكهة الأرز اللزج؟ دعونا نذهب سوياً لتفسير الحكمة القديمة وراء هذه العملية الفريدة. تفضلوا بمتابعة بلدة تزيتشن الشهيرة بكعك رأس السنة. يدرس ابن لي خويتشو في كندا، ولا تتاح الفرصة لها لصنع الكعك لابنها. أسس ليو غو خوا زوج لي خوي تشو مصنع كعك رأس السنة. إن علامته التجارية تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية الأربع في البلدة. اليوم انخفض عدد الذين يصنعون الكعك بأنفسهم في بلدة تزيتشن، حيث يتم صنع الكعك باستخدام المعدات الميكانيكية، ولكنها ما زالت ترتبط بأنابيب المياه للحفاظ على خصائص المطحنة المائية لكعك نيمبو. هذا هو
那么双减的话一定要不锈钢的，然后我们跟他们就是协商了一下，就是跟他情况看一下，就是味道原来的味道应该有的，就是现在统一就是也是用木桶。رغم استخدام الآلات لكن صانعي الكعك ما زالوا يأملون في الحفاظ على النكهة الأصلية مثل الكعك المصنوع باليد. من الضروري اختيار الأرز المتأخر الزراعة لصنع كعك نيمبو، لأن هذا النوع من الأرز لين ومشابه مع الأرز اللزج، ولكن ومن أجل إظهار صلابة الأرز اللزج باستخدام الأرز العادي من الضروري إجراء حلقات لا يمكن الاستغناء عنها. يتم نقع حبات الأرز في الماء المتحرك لمدة 7 إلى 10 أيام، وقبل تبخيرها من الضروري طحنها باستخدام طاحونة مائية. إن دقيق الأرز رقيق وناعم جدا، ومن الضروري تبخيره في مرة واحدة بعد استنزاف الماء منه حتى تكون النكهة جيدة. يستخدم البرميل الخشبي لتبخير دقيق الأرز الذي يتم وضعه على السخانة على شكل مظلة، وهذا يساهم في تسخينه بالتساوي، ويساهم أيضا في تسرب نكهة الخشب والخيزران في دقيق الأرز الجاهز. بعد فتح الغطاء ينبعث البخار الساخن والرائحة الجميلة، ومن الضروري دق دقيق الأرز في الجرن الحجري حتى يتحلى الأرز العادي بصلابة الأرز اللزج. تجري عملية الدق بالتعاون بين اثنين، أحدهما يستخدم المدقة الخشبية والآخر يحرك كرات الأرز باليد بعد رش الماء البارد عليها. يبلغ عمر السيد فانغ سونغ تساي الذي يحرك كرات الأرز الساخنة 70 عاما، أما السيد تشانغ كانغ يونغ فإن عمره يصل إلى 65 عاما. وأثناء هذه العملية تتم إعادة تركيبة الجزيئية لتحسين الطعم. نيمبو年糕特别强调的，有了这个以后，它才能够把大米啊，它最好的晚期精米发展成有糯米的口感，然后呢，它又有糯米的这个缺点没有，就糯米比较会不好消化，它是大米嘛，然后有糯米的好处。 بعد الدق لمئات المرات يتحلى الأرز بالصلابة والمرونة، وحتى الآن لا تبقى سوى حلقة أخيرة في صنع كعك رأس السنة. بعد أخذ قطعة من كرة الأرز يعجنها الصانع على اللوحة لإنتاج كعك رأس السنة على شكل شريط، وتعد الأكثر شيوعاً. في نظر السيد وان يوم سونغ فإن كعك رأس السنة تكمن فيها الحكمة الموروثة خلال آلاف السنين. 你看师傅把这个米团啊，你看要捏出一个分量、一个计量，他现在手在切的这一坨，就等于我们是一碗饭。哦，这样子他在制作好年糕成品的时候，这样这一片的时候，就是这个变出来的，就是大约是一碗饭。 所以计量的分配啊，他将来去这个使用的时候，或者销售的时候，大家都知道我要用多少块，就是我要多少人吃。吃的人心里有数。做的人也心里有数。这个就是多少年都是这样的，是吧？我因为你随便，我这里谁不干嘛的，我这道味道继续来学的。 每个人的手法都是不一样，但他抓出来就这么大。这么大，也就是这个。 من غير المتصور أن لوحة كعك رأس السنة التي تستخدم للتعبير عن التمنيات الجميلة كانت على مثابة المقياس، وفي أذهان الناس إن الأطعمة التقليدية لا يمكن قياسها، ولكن الحرفة القديمة لصنع الكعك تدرج هذه الحكمة في عملية الصناعة. <音><音><音><音><音><音><音><音>
في الماضي كانت لوحة الكعك موجودة في كل عائلة، وفي كل شتاء كانت كل عائلة تصنع كعك رأس السنة. اليوم لا يمكن متابعة مثل هذا المشهد سوى في المناطق الريفية النائية. إن الأم الحنون تصب الحب في الإبرة والخيط وفي المطبخ أيضا. عند المشي على هذا الشارع القديم الذي يكون نصفه مرصوفا باللوحات الحجرية والآخر مبني بالإسفلت، وجدنا هناك النهر في نهاية الشارع. في الماضي كانت بلدة تسلتشونغ ميناء هاما، وانطلاقا من هنا لا يمكن لأبناء تسلتشونغ نسيان نكهة كعك رأس السنة أبدا، بالإضافة إلى نصائح الأم.